الله معكم، سلام الرب يسوع بقلوبكم جميعا. اليوم خميس الصعود، كلنا بنحط الصور على الانترنت، بنحط ربنا يسوع المسيح كيف صاعد وتلاميذه عم يتطلعوا لفوق، وكلنا بنعيد بعضنا. انما الملفت للنظر انه كلياتنا بنشدد على أهمية الصعود، وربنا قال رح أبعث لكم الروح القدس، ونخلي على طول كمان عيوننا لفوق ونجمد محلنا. بيكون عم نطلع بس على صعود ربنا يسوع المسيح وناسيين كل الباقي. شو هو الباقي؟ الوصايا اللي أوصانا إياها. ربنا يسوع المسيح بيرجع بيبعت كمان الملائكة وبتجي بتقول للتلاميذ عشو عم تطلعوا؟ رح يرجع يجي بنفس المجد اللي طلع فيه، وما تعتلوا هم، باقي معكم. هو اللي قال أنا باقي معكم، روحوا على شغلكم، روحوا اعملوا بما اوصاكم به الرب يسوع. كلنا بننسى هيدا الجزء وبنتذكر بس انه خميس الصعود معناتها صعود ربنا للسماء. بس في شغله كمان كثير مهمه اخوتي، رح اقرا النص وشوفوا شو قال ربنا يسوع المسيح. فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يعملوا بكل ما اوصيتكم به، وها أنا معكم طوال الأيام إلى انقضاء الدهر. علموهم، روحوا علموا كل الناس باللي أنا علمتكم. هو ما تخلوا الشيء لألكم، روحوا وانتشروا وعلموا كل الناس، عمدون علمون، بشروا باسم ربنا يسوع المسيح. التنبلي مبلشي، ما بقى حدا عم بشر باسم ربنا يسوع المسيح. اليوم وهلأ والآن هو زمن التبشير بربنا يسوع المسيح. ما في وقت تبشير خلص، التبشير ما بيخلص لآخر يوم من حياتنا أخوتي. أنا أو أنتو لازم نحمل البشارة ونمشي فيها وين ما وصلنا وشو ما كنا عم نعمل. ربنا يسوع المسيح موجود، لازم يكون بعقلنا وبقلبنا وبتمنا. الله ببارك التم اللي بتطلع منه كلمة الله. حفظت كلامك بقلبي كي لا يخطئ إليك لساني. ما في وقت يا أخوتي للتبشير. الرب قال أنا باقي معكم على طول، أنا باقي معكم على طول، روحوا علموا الناس بكل اللي علمتكم إياه. هيدا الإنجيل مش للصمدي ولا بس نحن نقرا فيه ونستفيد، نحن اللي عم نروح على الكنيسه، كلياتنا بدنا نشعل الدنيا بالتبشير. اليوم هلا زمن التبشير، ما تضلوا قاعدين بدون ما تبشروا بكلمه الرب، وما تخافوا من حدا، قوه الرب معكم. واليوم نحن بدنا نبشر المسيحيين قبل غيرهم، لانه نحن كمسيحيين صرنا ناسين كلمه الله وناسين من هو ربنا يسوع المسيح. بشروا الكل وخصوصا دخيلكم هالايام المسيحيين اللي عم ينسوا كلمه الله. اعاده التبشير اليوم المطلوب منا هو التبشير بخميس الصعود. امين.